23 مارس هو الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية من كل عام، زي النهاردة تحديداً بنحتفل باليوم ده، وهو يوم تأسيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO، وده كان سنة 1950. السنة دي الاحتفال هيكون تحت شعار الإنذار المبكر والعمل المبكر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني معناه إن الأرصاد الجوية ما بقتش بس مهتمة بالتنبؤ بالطقس بشكل يومي أو حتى شكل أسبوعي، لأ بقى فيه كمان عليها دور مهم. دور ده هو مهم حالياً نظراً للتغيرات اللي بتحصل في العالم كله، وهو دور التنبؤ والتحذير من المخاطر اللي ممكن تحصل بسبب تغير المناخ، ولازم يكون عندها إنذار مبكر وتطلع تقارير. التقارير دي بتقول فيها تنبؤات طويلة المدى وقصيرة المدى أيضاً، وتحذر أيضاً من أي تقلبات يعني شديدة ممكن تحصل في المستقبل بسبب التغير المناخي. عندنا مثلاً في مصر يعني في حد كان يتخيل أن يكون الجو شتوي لحد نهاية مارس، يعني معروف أن في كل سنة من الشهر ده تحديداً كلنا بنحتفل ببداية شهر أو بداية فصل الربيع تحديداً، وبتبدأ الناس تخفف من هدومها وملابسها، لكن ده ما حصلش حتى الآن. والسبب يمكن في كون ان ده ما حصلش هو التغير المناخي اللي بيأثر مش بس على مصر، بيأثر على العالم كله، واحنا اكيد مش في جزر منعزلة عن العالم، احنا جزء من العالم، فلازم يكون في انعكاسات علينا. يعني يبدو كده يا بسنت ان لسه اغنية الدنيا برد لسه هنسمعها حبة حلوين معانا بسبب التغيرات المناخية، ومش هنروح للدنيا ربيع اللي كنا بنسمعها زي اليومين دول. مستمر. عارف التغيرات في الطقس دي بتسبب طبعا يا اما برد شديد قوي في الشتاء، يا اما حر شديد قوي في الصيف. وخلينا كمان في البداية أحمد نقول إن هيئة الأرصاد المصرية لعبت دور مهم جدا في الفترة اللي فاتت في التوعية، ودايما التقارير اللي بتصدرها لينا بتكون دقيقة إلى حد كبير، لكن أنا بتكلم هنا طبعا على الصفحات الرسمية لهيئة الأرصاد، لأن ساعات بيبقى فيه إشاعات بتطلع من صفحات غير رسمية. شفنا السنة دي في الشتاء التحذيرات اللي أصدرتها الهيئة، اللي قدرت في الحقيقة إن هي تساعد الناس وكمان الأجهزة التنفيذية في إنها تتجاوز أي أزمة ليها علاقة بالأمطار أو بالطقس السيء، وشفنا ده في جميع المحافظات، وازاي قدرت أجهزة الدولة ان هي تاخد دور استباقي لأي كارثة طبيعية الحمد لله ما شفناهاش الشتاء ده. أهمية المعلومات الجوية والمناخية في الحد من مخاطر الكوارث، وكذلك طبعا ظواهر الطقس والمناخ اللي أصبحت أكثر توترا طبعا بسبب التغيرات الكثيرة في أنحاء العالم كله زي ما أحمد كان بيقول، وسببت أخطار كبيرة متعددة أكبر من أي وقت فات، في حين أن بتشهد هذه الأخطار بدورها بعض التغيرات من جراء النمو السكاني طبعا والتوسع الحضري والتدهور البيئي. وفي الحقيقة أن فيه اهتمام كمان من الدولة بمسألة الطقس والتغيير المناخي بشكل عام، وأكبر دليل على ده هو اتجاه الدولة للتحول الأخضر والاهتمام بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ده غير طبعا اختيار مصر لاستضافة أهم حدث عالمي ليه علاقة بالتغيرات المناخية، وهو طبعا مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة COP27 واللي هيكون في شرم الشيخ في نوفمبر الجاي. فطبعا احنا بنحيي دور هيئة الأرصاد على دورها الكبير في التحذيرات اللي بتقوم بيها وفي التوقعات اللي بتقوم بيها، ودي حاجة مهمة جدا، ويعني احنا بنصبح على حضراتكم، بنتمنى لكم يوم جميل. صباح الخير يا مصر.